السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، بخير. اليوم ان شاء الله في برنامجكم صحه وراحه هنقدم وصفات حلوه جدا، وهي فعلا حلوه. هنقدم جاتو فلورنتين، هنقدم معاه كمان خبز او زي حاجه زي التوست، بس هو خبز مسحوق القرفه الرائع والحلو جدا واللي طعمه روعه وجنان. وكمان هنقدم معاه ايه؟ هنقدم معاهم بريوات بالكاوكاو، كيجي رائع، يعني بريوات بالفول السوداني بيبقوا رائعين جدا. تعال المقادير بتاع الجاتو فلورنتين. اول حاجه هعوز كورن فليكس. كورن فليكس او رقائق الذره اللي هي بنديها لاولادنا يفطروا بيها الصبح، بس تبقى بالعسل ضروري جدا. لبن محلى مكثف، عندي زبيب يكون مفروم ناعم جدا وزبيب صحيح، عندي فول سوداني متحمص ما يكونش مملح مفروم او مجروش، بشر برتقال او بشر ليمون الاثنين هينفعوا، انا واخده هنا برتقال، وعندي هنا الكريز اللي هو المعسل او المسكر، بس كده لا اقل ولا اكتر. طيب احنا كده، وشوكولاته مذابه بس كده لا اقل ولا اكتر، بس هيبقوا معاكم حلوين جدا، يعني هيديكم طعم حلو قوي رائع جدا. الفلورنتين في النورمال بتاعها انها بتدخل الفرن، احنا النهارده هنعملها على البارد بطريقه حلوه جدا، لا فرن ولا اي حاجه، وهتبقى معانا حلوه 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 حلوه، يعني بمعنى حلوه. هناخد رقائق الذره اهو، عايزه اقول لكم حلوه جدا بالعسل، طعمها روعه. وهياخد اللبن المحلى المكثف، انا هعمل كده عشان انا كده كده هشتغل بايديا اهو. نعمل الزبيب، دي للاطفال حلوه جدا، يعني رائعه وطعم ولا اروع. وهنعمل الايه؟ الفول السوداني اللي هو مش مملح بس بنحمصه شويه، وهاخد نسبه من الزبيب سليم، يعني حطينا المكسر وحطينا السليم، وهاخد من اللي هو الكريز المسكر، ونخلط كل المكونات ببعضها اهو. لو دخلناها بنفس الشكل ده للفرن كله هيسيح مع بعضه وهتتماسك مع بعضها كلها، بس احنا مش عايزه اعملها كده. بصوا بقى وانا بعملها هدوس عليها، حتى لو رقائق الذره اتكسرت تحت ايديكم عادي جدا مفيش اي مشكله، هتبقى معاكم حلوه قوي اهي. حلو، نيجي كده بالشكل ده ونخليها تستريح شويه لوحدها لحد ما نشوف، لحد ما الصوص بتاعي ينزل كله لتحت. مش هعمل فيها اي حاجه غير اني انا هسيبها بالشكل ده عشان نعمل فيها ايه. هطلع الصينيه بتاعتي اهي، نطلع الصينيه وناخد ورق زبده او فويل، يلا بينا اهو المتوفر عندنا، بس خليني اشيل ده. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه وطعمها حكايه، يعني طعمها حلو جدا ورائع صراحه، جربوها هتعجبكم قوي، هتعجب اطفالكم قوي 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 بالشكل ده. طيب بعد ما بعملها كده ببتدي انزلها على السطح بتاعي، بس قبل ما انزلها عايزه ناخد زيت، يلا بينا، رشه بسيطه من الزيت او دهنه بسيطه من الزيت، ورق زبده او فويل براحتكم خالص اهو، وندهن بالزيت لان احنا هنحطها في المجمد شويه اهو، بس كده. ونيجي ننزلها بالطريقه دي. طب هتقولولي ازاي هتتماسك وهي على البارد والعوامل كلها ما سحتش مع بعض، او المكونات بتاعتنا كلها ما سحتش مع بعضها؟ انا هوريكم دلوقتي حالا هنخليها تتماسك ازاي. خليني اخدها على قد، طعمها حلو قوي 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 قوي، بتدي طاقة للولاد، غنية مشبعة للأطفال جدا، وجبة كاملة متكاملة لأطفالكم، جربوها مش هتندموا. هنكبس كل المكونات مع بعضها بالشكل ده أهو، أنا بسويها كده، وعندي من هنا تبقى سماكة واحدة أو ارتفاع واحد، وتبقى بالشكل ده. ألوانها أساسا حلوة جدا
وغنيه فوق ما تتخيلوا بكل حاجه، يعني فيها كل ما ممكن ناكله لاولادنا ويستفيدوا بيه. هبتدي انزل بالشوكولاته بتاعتي بالطريقه دي، شوكولاته مدوباها بماغي. بصوا كده، مش هوصلها للجناب قوي، ونفضل نفرد فيها وندخلها التلاجة او ندخلها الفريزر على حسب، لو عندكم وقت هتدخلوها للتلاجة هتستنوا عليها حاجة بسيطة خالص، لو مفيش وقت هتقوموا عاملينها ايه حطينا في الفريزر مفيش 10 دقايق. الشوكولاتة دي وانس انها نشفت هي خلت لكم كل الفلورنتين كلها متماسكة في بعضها وحلوة اهو بالشكل ده، ونفردها تبقى عندنا احلى فلورنتين ممكن تقدموها لاطفالكم لضيوفكم، بتبقى طعمها حلو جدا ممكن ناكلها، بتبقى فعلا رائعه سهله ما فيهاش شغل كتير. طيب عايزين تعملوها على السخن زي ما هي المفروض بتتعمل انها تبقى سخنه، هتعملوا الصينيه دي مش هتحطوا فيها شوكولاته خالص، الشوكولاته في الاخر خالص للتزيين فقط لا اقل ولا اكتر، بس كده اهو بتبقى عندي بالشكل ده. بس هكتفي بيها كده؟ لا اكيد لا، هنعمل هنا رشه بسيطه والزبيب كمان عشان يلحق يتماسك من دلوقتي، وهناخد كام واحده بالشكل ده اهي. بصوا بسيطة جدا بس طعمها عايزة اقول لكم فعلا حكاية، نديها لولادنا في المدرسة الصبح، نخليها هم يقعدوا يقرقشوا فيها كده في النهار، عندهم مذاكرة مش عارف ايه، في البيت موجودة، هتخزنوها في علب تقطعوها مربعات مستطيلات الحجم انتوا هتتحكموا فيه والشكل كمان، وخلوها في البيت عندكم هتبقى معاكم حلوة جدا جدا جدا. احنا كده هندخلها التلاجة ونطلع فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل، هنعمل دلوقتي عيش، نوع عيش او توست، يعني بيبقى حلو جدا، يعني نوع خبز القرفة ده رائع جدا، هو توست ومش توست، هتفهموا ليه هقول لكم ليه. بس بصوا بقى، انا النهارده هعمله بالقرفه، انتوا ممكن تلغوا القرفه وتعملوه باي طعم انتوا عايزينه، اي نكهه انتوا عايزينها، شمر، ينسون، سمسم، حبه البركه، زعتر، اي حاجه تدخلوها بدل القرفه، ممكن نلغي القرفه خالص ونحط معاهم معلقه فانيليا هيدينا طعم حلو جدا كمان. ممكن نستبدل القرفه بشوكولاته يعني براحتنا خالص. 400 جرام دقيق، 10 معالق كبيره من السكر، 60 جرام قرفه ناعمه، 80 جرام من الزبده تكون لينه او مذابه، 100 جرام قشطه علب، وست بيضات. هناخد اعواد قرفه للتزيين بس لا اقل ولا اكتر. بصوا بقى، هاخد البيض الاول وهاخد الزبده كمان اهو تسيح، ناخد الزبدة بتاعتنا تسيح وخلينا نعملها بالشكل ده. هتسيح معايا، هاخد ايه؟ هاخد الويسك بتاعي وهفضل اضرب في البيت ده لحد ما ايه يبقى معايا كله حاجة واحدة، وفي نفس الوقت الزبدة بتاعتي ما ننساهاش ان احنا مش عايزين نحرقها، يعني انا مش عايزاها محروقة اهو. بالشكل ده هاخد السكر هنزله، بصوا سهلة جدا نفس فكرة الكيكة، هاخد السكر وهنزل بيه وهقعد اضرب. الخميرة بحطها على الدقيق بتاعي، وهاخد القشطة العلب مش القشطة البلدي خالص، القشطة البلدي هتخليه ناشف معاكم، وهاخد الزبدة وهفضل اقلب فيها، يا تكون لينة قوي بدرجة حرارة الغرفة يا اما نسيحها على طول قدامنا، وبرده واحنا بنقلب كل ده واحنا بنقلب شغالين بنقلب اهو. هبتدي احط القرفة بتاعتي بالراحة خالص اهو،
بيبقى طعمه حلو جدا ورائع، يعني عايزه اقول لكم فعلا بيبقى حلو، يعني طعم حلو جدا. انا بحب القرفه جدا، انتوا ممكن حد تاني ممكن ما يحبهاش، فنبدل القرفه بايه؟ باللي احنا عايزينه براحتنا خالص، شوكولاته بقى، اي حاجه، اي حاجه تخطر على بالكم هتبقى معاكم حلوه جدا وجميله صراحه. اهم حاجه نقلب كويس قوي، وابتدي انزل بايه؟ بالدقيق بتاعي وايه، والخميرة الجاف، واقلب بالراحة عشان ما نبوظش الدنيا. قالب انجليش كيك اهو، اللي هو بتاع الكيكة الطويل بس كده وخلاص. بتخش الفرن، عايزه اقول لكم بيدخل الفرن ما بنحتاجش نخمر ولا اي حاجه، يا دوب بنريحه 10 دقائق فقط لا اقل ولا اكتر، مش تخمير، هو راحه للعجينه بتاعتنا وخلاص، ونقوم مدخلينه للفرن بيبقى حلو جدا. اهي بصوا عجينته عامله ازاي، بتبقى بالشكل ده، يعني العجينة بتاعتي بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو كده ونعجنه حلو جدا. خليني اخرج، ايوه كده، واشتغل ايه او اعمل ايه، هقلبه تقليبة كمان بايديا بس كده، وهقوم حطاه فين؟ ايوه كده اهو عشان ما بوظش الدنيا. نقوم حاطينه فين؟ نقوم حاطينه في القالب بتاعنا، بس تقليبه بايديا كده الاول، اتاكد ان كل المكونات بتاعتي تجانست. بصوا العجينه بتاعتي، واعمل له كده بايديكم، لا عجان ولا اي حاجه خالص، بالشكل ده 10 دقايق دخلوه الفرن على درجة حرارة 250، نص ساعة مدة 30 دقيقة، ويطلع معاكم العيش رائع 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 رائع. وما تتقيدوش بالقرفة، ممكن تلغوها خالص، ممكن تستبدلوها باللي انتوا عايزين براحتكم خالص. خلينا نقلب دي كده، عايزه اقول لكم ريحه القرفه روعه لوحدها حكايه. خلينا نعمل كده اهو، واخد طبعا الباقي واخليه يرتاح معايا قد ايه، يرتاح معايا 10 دقائق، وبعد كده ادخله الفرن. فاصل وارجع لكم على طول عشان نعمل وصفتنا الجميله، خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل، عملنا العيش بتاعنا اهو. بنحطه فين؟ بنحطه في الفرن على درجة حرارة 250 مدة 30 دقيقة. نحاول نحطه في النص على قد ما نقدر، ما عرفناش الله أكبر. بصوا عرفنا عرفنا، ما عرفناش هتعملوا زي اللي أنا هعمله دلوقتي. نشيل بس واحدة من الحديد ده عشان يبقى عندي موضوع لطيف وما يتحرقش مننا العيش بتاعنا اهو. بس كده 30 دقيقة هيبقى معايا العيش حلو جدا، هيبقى بومبي، هينتفخ وهيبقى رائع وطعمه حلو جدا. بعد ما بيطلع بيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى حلو قوي 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 فوق ما ممكن تتخيلوا، يعني فعلا بيبقى طعمه حلو ورائع، بيطلع بالشكل ده. ساندوتش بقى للاطفال، تاكلوه كده لوحده اساسا، هو يتاكل لوحده كده، عايزه اقول لكم بيبقى هايل هايل هايل. نيجي بقى للبريوات بتاع الفول السوداني. البريوات بتاع الفول السوداني عباره عن ايه؟ عباره عن سبرينج رول، زبده وبيضه، ده فيما يخص السبرينج رول. عندي الحشوه بقى بتاعتي، شوكولاته، يا تقطعوها تفرموها ناعم، يا تاخدوا اللي هي الشوكولاته الصغيره خالص، رقائق شوكولاته، وعندي كمان رقائق الذره اللي هو الكورن فليكس بالعسل. عندنا فول سوداني متحمص ما يكونش مملح،
بالشكل اللي انتم شايفينه ده ومجروش. عندي لبن محلى مكثف، سمسم، رقائق، لوز للتزيين، وعندنا هنا سكر، سوري مش سكر، بودره كاكاو، عندي عسل، سيرب عادي جدا اللي بنسقي بيه البسبوسه والحلويات الشرقيه، عاملين سيرب بالشكل ده، وعندنا عسل، يا ده يا ده، يعني اللي هيريحكم، وزيت للقلي. ناخد سكينه اول حاجه، نقربها جنبنا هنا، وناخد لا مش دي، وناخد ايه كده، هاخد ورق السبرينج رول. انتوا ممكن تجيبوا اللي هو جاهز للبسبوسة على طول، يعني هي البريوات حاجة شبه البسبوسة، او هي البسبوسة بس بمعنى اخر مغربي يعني، اهو بالشكل ده، ونقطعها. خلينا نشوف، نكمل التقطيع بالشكل ده، ايوه كده كده قطعناها بالطريقة دي، بتبقى معايا حلوة جدا ورائعة. البريوات دي كحلو ممكن تخزنوها في علبة وتحطوها في التلاجة، تطلعوها وقت ما تحبوا، بتفضل مقرمشة وبيفضل برضو طعمها حلو. ناخد رقائق الذرة اهو، واعملها بايدي بس كده اهو، مش عايزاها ناعمه قوي، بامكاني ادخلها الكبه بس انا مش عايزاها ناعمه بزياده اهو، تبقى كريسبي وحلوه جدا. الفول السوداني، عندي هنا رقائق الشوكولاته، عندنا هنا اللبن المحلى المكثف، وهسيب منه شويه بس كده، وناخد نعمل دي كده بالزيت بتاعنا، وناخد هنا ايه، نسيح شوية زبدة، مش نسيحها على قد ما احنا، او هي تعتبر كويسة، لا تعتبر كويسة، هي لينة خالص يبقى بلاها دي اهو، هعملها بالشكل ده، هاخد شوية بس عشان ألم بيها الحشوة بتاعتي، وابتدي أعجن كله في بعضه، يعني كل حاجة تتعجن في بعضها. ممكن نضيف عليها عادي جدا، ممكن نضيف عليها بودرة كاكاو، ممكن أدخل زبيب، ممكن أدخل أي نوع من أنواع المكسرات اللي أنا عايزاه، هيبقى معاكم توليفة أو تتبيلة حلوة جدا، طعم حلو قوي، يعني فعلا فظاع فظاع فظاع. كمان الاطفال هيحبوهم جدا، نخزنهم نخليهم جنبنا، حبينا نفسنا هفتنا على حاجه حلوه هناكلها هتبقى معانا حلوه جدا. هاخد اهو، اول ما يبتدي يتشكل معايا بالشكل ده، تبقى معايا الكوره تتشكل بالطريقه دي اللي انتوا شايفينها دي، خلاص هعرف انها بقت عندي جاهزه اهي. انا هعمل دي كبيره عليا، هاخد الحشوه قد كده، ويا ريت تعملوهم كور من الاول كده وتبتدوا اهي كده اهو، وابتدي اعمل كده والف اللفه بتاعت السمبوسه بتاعتي اللي انا ايدي متعوده عليها بالطريقه دي اهي كده. نيجي بقى للبيضه او صفار البيض اهو، بس كده هنا، ونقفل بيه الحته دي، بس نقفلها كويس قوي عشان ما تفكش معانا بالطريقه دي، ونسيبها هنا. نكملهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نعمل كوره من الحشوه ونقوم حاطينها. التزيين بقى احنا بنزين براحتنا خالص، بتبقى معانا حلوه جدا وجميله. عايزين تزينوا برقائق لوز، ترشوا عليها بودره، تعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، هتبقى معاكم حلوه قوي وطعمها هيبقى حكايه. من الحاجات اللطيفه جدا اللي ممكن تعملوها في البيت وتحتفظوا بيها، والولاد هيبقوا مبسوطين بيها، حد عايز ياخد حاجه حلوه، عايز ياكل حاجه حلوه، قاعدين في البيت بنتفرج على حاجه نحطهم قدامنا جنبنا بيبقوا حلوين، الفكره دي بتبقى حلوه قوي، فجربوا الحاجات دي، اتمنى انها يا رب تنال اعجابكم، وطعمها انا متاكده اللي جربها
هيبقى مبسوط بها قوي. وممكن تزودوا فيها، تنقصوا فيها براحتكم خالص، يعني تزودوا فيها مكسرات، زبيب، اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، هتنفع هتبقى حلوه قوي. بس ما تشيلوش الكورن فليكس خالص، لانه هو ده سر القرمشه اللي بيبقى فيها، بتبقى حلوه قوي 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 قوي. اهو الزيت طبعا عندي في المرحلة دي سخن خالص، بيسخن معايا. نعمل الكورة بتاعتنا، ورق السبرينج رول لو جاهز مش هتحتاجي تجيبي ده وتقصيه، ونبتدي نلفها كده اهو. الزيت سخن او بيسخن عندي، وتبقى عندي تمام جدا. هاخدهم احمرهم عشان اوريهم لكم اهو بالشكل ده. وطبعا انا هكمل الباقي لحد ما يبقوا معايا تمام. طب اول ما يطلعوا من الزيت يا زوزو هتعملي ايه؟ خليني نجيب سيرب هنا، او اجيبه هنا قريب جنبكم. السيرب يكون بارد، احنا عارفين كلنا، الناس عارفه، اغلبيه الناس عارفه ازاي السيرب بيتعمل. السيرب كوبايتين سكر مع كوبايه ميه على النار تبقى متوسطه، نخليهم حوالي تقريبا قد ايه، حوالي نقول 25 ل 30 دقيقه عشان ما يسكرش معاكم. ونقوم عصرين عليه ليمونه، ليمونه صغيره بس كده، لا اقل ولا اكتر، هيبقى معاكم حلو جدا ورائع. هنسيبهم يتحمروا ونروح فاصل ونرجع لكم على طول. بصوا الاول اهم بياخدوا اللون بتاعهم، اسيبهم ياخدوا راحتهم خالص، اني عايزه الحشوه بتاعتي كلها تسيح مع بعضها وتبقى حلوه، واطلع فاصل وارجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل. طبعا تعالوا شوفوا معايا البريوات بتاعتي اهو. واحده زيناها بالبودره بتاعت الكاكاو بالشكل ده، عايزه اقول لكم فعلا رائعه 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 بمعنى رائعه. نيجي بقى مثلا لدي بالسمسم، خلينا ناخد دي، بنغطسهم الاول، بنسقطهم هنا، نعمل اهو، نعمل كده بس كده طرفة بس. ممكن نعملها من الثلاث أطراف براحتنا خالص، ممكن نعملها من الوجهة كلها، يعني دي حاجة بتاعتنا بترجع لنا إحنا اللي بنتحكم فيها. كمان عندي هنا أهو، خلينا نعملها كده، يتحط عليها من هنا من فوق وبيثبت عليها، بيبقى حلو جدا ورائع، يعني بتبقى طعمها حلو قوي صراحة. دول هناكلهم احنا، خليهم في العسل شويه حلوين، او انا اللي هاكلهم مش حد تاني. نيجي النهارده انا جايه جعانه فعلا جدا. بصوا بقى، هاجي اللبن المحلى المكثف اللي انا سبته، هعمله بالشكل ده على اللي انا رشيت عليهم شوكولاته، يعني حشوة ولا أروع، ولادك هينبسطوا منها جدا. سهلة مش مكلفة، على قد جيبك، اقتصادية، يعني مش هتقلقي منها خالص، بالعكس وصفات حلوة جدا، وصفات بسيطة جدا 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 جدا، يعني أتمنى أنك تجربيهم فعلا، لأنهم فعلا يستحقوا التجربة. نيجي نحطهم بقى هنا، تفضلوا بصحة والراحة أهو. طيب انا عقبال ما تتفرجوا انتوا عليها، وانا اشيل الحاجات اللي عندي دي هنا، ناخد ده بس كده اهو. هنعمل ايه يا زوزو؟ نيجي بقى للحلوة بتاعتي الفلورنتين، اللي بتبقى حلوة جدا برضو وطعمها حكاية، يعني طعم حكاية ولا اروع ولا اجمل ولا كل حاجة، يعني حلوة. بندخلها للفريزر اهو. طبعا انتوا ممكن تدخلوها للتلاجة، هي كده بصوا بقت قطعة واحدة معايا اهي، بقت قطعة واحدة مع انها كانت سايبة خالص. هحطها بالراحة واعملها كده، وابتدي اقطع فيها القطع زي ما انا عايزة، عايزاها مستطيل، عايزاها مربع، اللي انا عايزاها براحتي خالص، انا اللي بتحكم في تقطيعتها. بسم الله،
خلينا ايوه اهو نيجي هنا كريسبي وحلوه جدا وجميله جدا جدا. خليني اشيل الحتت اللي وقعت دي من الجناب ونيجي هنا نعمل كده اهي. طيب هبتدي اقطع فيها، خلينا نعملها كده اهي، هي مساعداني اصلا يعني. عايز اقول لكم جربوها لولادكم هتبقى حلوه جدا وجميله جدا، مفيده صحيه، نبعتها معاهم للمدارس تبقى معاهم حلوه جدا، نخليها في البيت ياكلوها في اي وقت عايزين هتبقى حلوه جدا، احلى واحلى واحلى، يعني في كل الحالات هتبقى حلوه جدا ورائعه معاكم اهو بالشكل ده، وتتخزن في التلاجة في علبة، نحفظها في علبة في التلاجة تبقى معايا حلوة قوي وجميلة بطريقة ما تتخيلوهاش، يعني طعمها حاجة تانية خالص، الطعم رائع بمعنى الروعة رائع. بس ده اللي أنا هقدر أقوله عنها، أنا شهادتي فيها مجروحة لأني بصراحة أنا ما بخليهاش فارق البيت عندي نهائيا. هننظف الطبق دلوقتي ونظبط كل حاجة وتبقى عندي كده حلقتي للأسف خلصت كده. زي ما شايفين عملنا وصفات لطيفة خفيفة اقتصادية، هرجع أقول علاقة جيوبنا لأنها فعلا على قد جيبنا خالص، مش هنصرف فيها كتير، مش هنبذر فيها، بس هتبقى معانا حلوة وجميلة، أولادنا هينبسطوا منها، كل الناس هتنبسط منها بصراحة لأنها فعلا حلوة قوي شكلا ومضمونا رائع. بس كده أهو كده عملنا خبز القرفة، وكمان عملنا بريوات الفول السوداني، وعملنا جاتو فلورنتين السهل والبسيط جدا. أتمنى أنكم تجربوا الوصفات دي، بحبكم جدا في الله، أشوفكم في حلقة جديدة، امسحوا وراحوا.